أهلا ومرحبا بكم في صالون على المليون الثقافي رقم 574. يتابع الكثيرين من المهتمين والمنشغلين بمسألة الهوية، ولا سيما الهوية المصرية، ما يعرف في وسائل التواصل الاجتماعي الآن بالتيار الكمتي أو الكمتيين. هذه الحالة وهذا الخطاب يفرز العديد من الأسئلة والإشكاليات. أولها، هل تنضوي هذه الحركة الوليدة نسبيا تحت مظلة الحداثة، أم أنها تفارق الحداثة بخطاب أصولي؟ الثاني، الإشكالية المتعلقة بالتياران الفرعيان المنضويان تحت الكمتيين. التيار الأول يريد أن يفارق الهوية العربية والثقافة العربية فحسب، دون التعرض للهوية والثقافة الإسلامية، بل ويرى أن هنالك إمكانية لوجود تناغم بين الهوية المصرية القديمة والمعتقدات الإسلامية، بينما يقف التيار الآخر موقفا أكثر اتساقا، حيث يرى أن الهوية العربية هي إفراز أو نتاج للهوية الإسلامية، فيرى بحتمية القفز وإنكار الهوية الإسلامية. ونحن نرى من موقفنا هذا موقفا بحثيا يتعلق بإشكالية هذا التيار في تحديد مآلاته وجذوره. فعلى الرغم من وجود تحركا علمانيا أوسع نطاقا في العقود السابقة، إلى أن هذا الحراك يبدو أنه يسير بمعزل عن الحراك المتعلق بإحياء الهوية المصرية القديمة. وهنا يبرز السؤال، لماذا لم يندمج هذين التيارين في تيار واحد؟ يبدو أن الإجابة تكمن في الحداثة، حيث لا تستوي الحداثة والعلمانية في غياب المواطنة والتعددية الثقافية. فنرى من تيار الكمتيين خطابا معاديا للآخر واستعلاء، ربما يصل في حالات كثيرة إلى عنصرية واضحة. وهنا نعود للجذور، إذا كانت الحداثة الأوروبية مركزها يبدأ من أثينا وتراكم عبر قرون وصولا لعصر النهضة، ومن ثم عصر التنوير نهاية للحداثة، فإن هناك ثمة مدخلا يغيب عن كثيرون، ألا وهو جذور الفلسفة اليونانية القديمة. والمفارقة أن هناك دراسة خرجت في ثمانينيات القرن الماضي نراها بالأهمية التي ينبغي علينا كباحثين أن نتناولها بكثير من الجدية والتركيز. وهذه الدراسة تكشف عن مركزية الفلسفة المصرية القديمة وأصالتها في بلورة وتوهج الفلسفة اليونانية القديمة. وربما عبر هذا المدخل يمكن أن نقف أمام حلا أو فكا للإشكاليات التي تعرضنا إليها في بداية المقدمة. والليلة في صالون علمانيون الثقافي نستعرض كتاب أصل الفلسفة، وحول نشأة الفلسفة في مصر القديمة وتهافت نظرية المعجزة اليونانية، والذي يحل ضيفا علينا لعرض ومناقشة الكتاب الشاعر الكبير وأستاذ الفلسفة ومؤلف الكتاب الدكتور حسن طلب. أدعو حضراتكم للترحيب به. الله يخليك. أسعد الله مساءكن أيتها الأخوات، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة. وأبدأ بأن أعتذر إليكم عن تأخري، ربما لأنني
هي المرة الأولى التي أشرف بها بالحضور إلى هذا المكان المحترم. وبالنسبة للقضية التي سمعتم تقدمة مركزة ومكثفة لها، هي مقدمة الانطلاق من فكرة الهوية التي من الممكن أن يكون جهد الكتاب الذي تحدث عنه، اللي هو كتاب أصل الفلسفة، نوعا من ممكن أن يكون نوعا من الإجابة أو يساهم على الأقل في تحديد الهوية المصرية من الناحية الفكرية والعقدية. وفي حقيقة الأمر الكتاب ليس وحده، أنا للأسف يعني ما قدرتش أحضر معي نسخة من الكتاب لأني نفذت النسخ، والناشر يمكن حضراتكم تعرفوا كلهم صديق عزيز رحل إلى لقاء ربه العام اللي فاتت، فضاعت النسخ اللي هو دار عين، مش دار العين، دار عين للدكتور عبدو قاسم، عبدو قاسم هو ناشر الكتاب، فما عرفتش أخذ بقية النسخ اللي عنده. فإن شاء الله في المرة الثانية أبقى أجيب بنسخ تبقى في المكتبة هنا. لكن أنا طبعا عشت يعني مشاكل الكتاب خطوة بخطوة، والكتاب كان من المفروض كل أقسام الفلسفة المصرية والعربية كمان وحتى كثير في أوروبا يبدأ بدراسة الفلسفة من الناحية التاريخية كما حضراتكم تعلمون باليونان، لا يبدأ من اليونان مجرد بداية يعني مفتوحة أو مقترحة أو قابلة للنقاش، وإنما يبدأون من اليونان بداية حاسمة وصارمة. ليه؟ لأنهم يقولون أن هناك معجزة حدثت في اليونان وبيسموها الجريك ميريكل في الفلسفة، يعني معجزة معناها إيه؟ يعني نشأة من العدم، لا يوجد لها أي تمهيدات ولا أي مبررات ولا أي يعني نوع من التأثير القادم من صعوب الشر. لأنهم عندما يقولون معجزة يونانية لفكرة الجريك ميريكل بيطبقوها على الفلسفة، فهيصطدموا بالمعلومات التاريخية اللي بتقول إن في حضارات قبل اليونان بآلاف السنين، أولهم مصر القديمة وأقربهم مصر القديمة، في الهند كمان طبعا، وفي الصين برضو حضارات قديمة، ولكن الحضارات الأقدم هي مصر والميزوبوتاميا اللي ما بين النهرين العراق القديم، لكن إن مصر الأقدم وكمان الأقرب لليونان. فهيصطدموا بالمشكلة دي، فيصطدموا فيقولوا هناك حضارات أقدم ولكنها حضارات خالية من الفكر الفلسفي أو النظر العقلي لأنها قائمة على الخرافات والأساطير. يبقى هم عندما يصطدموا بالحقائق التاريخية التي تثبت أن هناك حضارات شرقية سابقة على اليونان، يقولون أن هذه الحضارات الشرقية قديمة وسابقة على اليونان نعم، ولكنها خالية من الفكر والنظر الفلسفي، فالفلسفة لم توجد إلا بمعجزة في بلاد اليونان اللي هي فكرة الجريك ميريكل. وطبعا بيطبقوها ساعات في ميادين أخرى زي ميدان المسرح برضو، أنه أول مسرح هو المسرح اليوناني، وتوسعوا في فكرة تطبيق الجريك الميريكل لدرجة أن بعض مؤرخينهم المتعصبين لهذه الفكرة يعني كانوا يقولوا الإغريق هم الذين خلقوا العقل الإنساني، created the human reason، هم اللي خلقوا الكائن. العقل الإنساني لم يكن موجود في قبل اليونان في أي من الحضارات الشرقية. فطبعا بالطبع هذه المشكلة يعني بما أني أنا يعني طالب فلسفة أو أداب قسم الفلسفة، وبعدين يعني بعد فترة الجيش وعبور 73 وكده ضاع فيها حوالي 7 سنين تقريبا، ولكن لما خرجت حبيت أدرس هذه المشكلة. فكانت الأستاذة المشرية رئيسة القسم الدكتورة، ممكن حضراتكم تعرفوها، الدكتورة أميرة حلي مطر في أداب القاهرة، هي أستاذة الأدب اليوناني أو الفلسفة اليونانية وعلم الجمال، فطبعا هي اللي أنا هروح لها. فأتسجل فيه، قلت لها أسجل في الموضوع الفكر المصري القديم السابق على المعجزة، قالت لما فيه احنا بنبدأ كلنا من اليونان، ورفض. طب هعمل ايه يعني انا؟ فالموضوعات المعروضة عليا في اليونان ما ولا موضوع هيخليني اتحمس اني اشتغل الفلسفة عند مش عارف باليس وسابقين على سقراط والكلام ده كله، يعني الواحد مش هيبتكر فيه حاجة جديدة، هيبقى كلام مكرر. انا عاوز اشوف المشكلة عشان على الاقل يبقى فيه حماسة في العمل، أن الواحد يعمل في موضوع يحبه ويريد أن يخوض هذه التجربة. فبعد ما شافوني ملح فقسم الفلسفة حولني لكلية الآثار،
يا جماعه انا خريج اداب فلسفه، قالوا لا تروح كليه الاثار لاني كل اقسام الفلسفه بتبدا من اليونان مش احنا بس. فروحت اثار، كان طيب الذكر الله يرحمه دكتور عبد العزيز صالح استاذ عميد الكليه، فوداني اخذ دبلومه لمده سنتين في الاثار. انا اعتقدت اني اخذ سنتين وبعد كده هيسمحوا بتسجيل الموضوع، فاخذت السنتين دول خلصتهم ورجعت لكليه الاداب تاني، ثم خدت الدبلوم اهو. فقالوا لا ما انت ما برضه ما فيش فايده، يعني برضه لا زال الموقف هو هو، انت الموضوع بتاع الفكر المصري ده تبع الاثار، انت تروح لهم هم تاني. رحت لهم هم تاني فقالوا لا احنا بنديك دبلوم بس، انت خريج اداب فلسفه ما ينفعش تسجل عندهم. فبقت مشكله لغايه ما الدكتوره اميره مطر يعني حست اني ضيعت وقت كتير، وعملت مجلس كليه وكده ووافقوا على مضض اني اشتغل في هذا الموضوع. فاشتغلت فيه الحقيقه يا سو، قبل طبعا ما تطلع الكتب اللي حضراتكم سمعتوا عنها من الثمانينات لغايه دلوقتي، اللي هي التراث المسروق واسينا السوداء، اللي ابتدوا يعيدوا الاعتبار لمصر، كان كله مش موجود ساعتها. فابتديت اشتغل انطلاقا من فكره معينه، فكره ان مفيش حضاره ممكن تقوم على الاساطير بس، يعني دي كانت قناعه عندي. الحضاره يلزمها رؤى عقلانية تؤسس لهذه الحضارة في النظم والتشريعات والأفكار والعقائد وعلاقات الإنسان بالمجتمع وعلاقاتهم بالعالم الآخر، كل ده عاوز عقل، عاوز تنظيم عقلاني. لا يمكن لحضارة تقوم على فكرة الأساطير زي ما يزعم أنصار المعجزة اليونانية. ده ناحية. الناحية الثانية اللي كانت برضو بتحركني ولكن هي مش ميداني، ما أقدرش أشتغلها أكاديميا، هي ميدان التحالف على طمس الحضارة المصرية، مش بس من الغرب المتعصب للمعجزة اليونانية، إنما كمان من الشرق، من عندنا احنا، من الشرق الذي يرى باختصار الديانات السماوية الإبراهيمية الثلاثة، يروا أو تحالفوا على فكرة طمس الحضارة المصرية للأسف. وما فيش عندنا مؤولين يقدروا يمسكوا مثلا الآيات اللي بتتكلم على المسألة دي يعيدوا تأويلها، لا هم بياخدوها حرفيا، كما يعني مثلا في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالم. ده كلام يحتاج تأويل، لأنه احنا كنا بنحارب إسرائيل ساعتها، فبنحارب ناس ربنا فضلهم على العالمين، كنا محتاجين تأويل لهذا الكلام. وده يتكرر كتير، يتكرر كتير في القرآن قبل كده في التوراة وكله، تفضيل بني إسرائيل بالذات، وكل انبياء بني اسرائيل وكل الانبياء اللي ذكروا قبل الرساله المحمديه باستثناء المسيحيه كلهم اسرائيليين، كلهم من يوسف، لان يوسف من يعقوب، ما يعقوب هو اسرائيل، هو نفسه اسرائيل. طيب الانبياء دول كلهم، وزي الكفل ومش عارف لغايه ما نوصل لموسى، كل دول من بني إسرائيل، ويفضلوا بنص صريح يحتاج إلى تأويل، لأنه بيبقى في النهاية على حساب ضمس الحضارة المصرية كلها. ما قدرناش نعمل كده، لم نستطع أن نرد على هذا، لأنه الحائط الديني بيصدنا، ما نقدرش بقى، بيقولك لا محدش يتكلم، خلاص ربنا فضلهم يبقوا هم. مين اللي يقدر؟ اللي يقدر المنصفون من علماء الغرب الحقيقة، هم اللي قدروا يصدوا هذا او يخترقوا هذا السد المريع اللي هو بيفضل بني اسرائيل وعاوز يمسح كل الحضارات اللي قبله. في بعض العلماء راوا ان هذا فيه تحيز، راوا ان هذا غير منصف. طيب كيف يتم الانصاف من عالم له سمعه كبيره او من باحثين كبار؟ طبعا هناخد من ضمنهم علماء الايجيبتولوجي، علماء الايجيبتولوجي المقتنعين بالحضارة المصرية وعارفين أسرارها، ويمكن يكون أشهرهم الرجل صاحب فجر الضمير اللي ترجمه سليم حسن، اللي هو بريستد، جيمس هنر بريستد. ده ليه تاريخ طويل في نصرة الحضارة المصرية، ده هو اللي أسهم في جمع تبرعات للمتحف، المتحف المصري الموجود في ميدان التحرير، هو بريستد، ما كانش حد مقتنع بالكلام ده. فدول علماء المصريات لهم دور كبير، وكمان العلماء الذين لا توجد شبه التحيز لديهم، وأولهم وأشهرهم
رائد مدرسة تحرير النفس اللي هو يعتبر أشهر علماء الإنسانيات في القرن العشرين كله، مات سنة 1937، فرويد وهو يهود، بما أنه هو يهودي بقى لم يقتنع بفكرة أنه ما فيش، وأنه الحضارة المصرية ما فيهاش في هجوم عليها باستمرار، وأنه العبرانيين هم اللي أوجدوا كل حاجة وهم اللي ربنا فضلهم وكله. ما بيعمل إيه هو؟ يذهب إلى لندن، شوف العالم الكبير الشهير اللي هو أشهر علماء في عصر، علماء الإنسانيات في عصر، يروح لندن يدرس الهيروغليفية سنتين عشان عاوز يعرف القصة دي، بما أنه هو يهود عاوز يعرف إيه الحكاية، إيه علاقة اليهود بموسى وإيه علاقة موسى بمصر. فراح يدرس وجمع معلومات وطلع بكتاب، يمكن يعني لما ترجم في مصر هنا في الستينيات لقى هجوم شديد من بعض علماء الأزهر، اللي هو كتاب موسى والتوحيد، تأليف سيجموند فرويد. هذا الكتاب هو خلاصة تجربة البحث اللي فرويد ساب علم النفس وراح يتخصص في الهيروغليفي عشان يدرس، بما انه يهودي عاوز يعرف ايه الحكاية بالضبط، ايه اللي تم بين العبرانيين ومصر. فطبعا اكتشف اشياء مذهلة تصدم الذين يؤولون الدين تأويلا حرفيا. ليه؟ اول حاجة مثلا اكتشفها انه كلمة موسى دي لا يمكن تبقى عبرية، بطبيعة اشتقاق اللغة ما فيش حاجة اسمها موسى. زي بالضبط لما تيجي اقول لك الجدع العربي اللي لابس عقال ده اسمه فرديناند، تقول لي ما ينفعش في العربي يبقى فرديناند، يبقى اكيد مش عربي. هو برضو نفس الحكاية، لان كلمة موسى دي مش اشتقاق عبري خالص. بحث في الهيروغليفية لقاها مصري، واثبت بقى ان اشتقاقات اللي جات منها اسماء الفراعنه الكبار اللي قبل ما يبقى فيه موسى اصلا، زي تحتمس، ما هو تحوت موسى، قال هو ده، ان ده اسم هيروغليفي اصلا، تحوت موسى، رع موسى اللي هو رمسيس، ده اسم موجود في تركيبه الاسماء المصريه. فيبقى كلمه موسى دي ما حدش هيسماها الا اذا كان مصري اصلا. فراح يدرس بقى قصه اخناتون، القصة معروفة انه رموا الطفل في النيل، وبعدين راح التقطته امرأة الفرعون، قال ان دي ليها ظل من الحقيقة، لانه الطفل ده التقطته ده مش عبري اصلا. هو اللي حصل انه نشأ ديانة اخناتون كمان، وهو شاف مخطوطات تل العمارنة، واخناتون الهجرة اللي عملها هجرة لم يفعلها احد قبله، لانه زي ما حضرتكم عارفين انه ساب امون وكهنة امون واصطحب كبار مهندسي الدولة وابحر في النيل الى الشمال لغاية ما لقى المنطقة اللي تصلح تبقى فيها عاصمة عند ملوي في المنيل، واسس ديانة دي اللي هي ديانة اتون. اتون رمز للاله الواحد عنده، اشعة الشمس كده بيرمز له هذا النور اللي بيعطي الشمس. طيب درس هو فرويد هذه المسألة وقال ان من هنا جه التوحيد الذي آمن به أخناتون وحاول نشره في الدولة، لأن يمكن حضراتكم عارفين أن أخناتون أمر بمسح الخراطيش اللي فيها الكلام اللي بيتقال تبع أمون وتبع رع، ما فيش في المدينة بتاعته، ما فيش كلام، هو آتون بس. طيب الديانة التوحيدية دي، يموت أخناتون بعد حكم حوالي 13 سنة أو 14 سنة عند بعض المؤرخين، ويأتي فرعون ضعيف اللي ليه حق في الحكم لانه صبي صغير، توت عنخ اتون الاول قبل ما يبقى توت عنخ عم. توت عنخ اتون ده الفرعون اللي جه بعد آل اليه الحكم بعد اخناتون. فلما يستطع مقاومه الكهان التي ضربت مصالحهم بديانه التوحيد، فرجعوه تاني للاقصر اللي هي العاصمه القديمه، العاصمه اللي بتاعت الدوله الحديثه، ورجعوه لامون يرجع للاقصر يبقى تاني بقى توت عنخ امون. طيب لكن ورجعت الدولة تاني للديانات القديمة اللي كانت موجودة، وعلى رأسها أمون، لأنه الحكام من هناك، حكام اللي طرد الهكسوس كلهم من الأسر، فعشان كده الأسر كانت عاصمة العالم القديم كله، وكانوا في اليونان بيسموها مدينة الألف باب، لأن كانت بتأتي إليها المكوس والضرائب من كل الإمبراطورية اللي عملها تحتمس، ده كله كان في الأسر. طيب في الأقصر. طيب لكن لما تنتهي الديانة
ويتغلب الكهنة من جديد لأمون في ناس لسه مقتنعين من كبار رجال الدولة من الأمراء لسه مقتنعين في توحيد مش هيرجعوا لأقصر تاني. بعض المؤمن بفكرة التوحيد التي نشرها أخناتون مش هيرجع تاني. إنما هيعمل إيه؟ سيذهب إلى الجاليات الموجودة في أطراف مصر في أطراف الدولة المصرية لكي يبشر فيها بالتوحيد، لكن مش هيرجع لأقصر تاني لأنه مقتنع، لأنه إيه دخل التوحيد مع أخناتون عن اقتناع. فمن هؤلاء الأمراء، كل ذا كلام فرويد، من هؤلاء الأمراء أمير مصري اسمه مصر اللي هو الاسم مصر. هذا الأمير لم يذهب إلى الأقصر، لم يعد مع من عاد، فيروح فين؟ يروح في أطراف الدولة المصرية حيث مجموعات من البدو اللي بيحبوا يتسللوا وتضربهم المجاعات فيأتوا إلى مصر، ومن ضمنهم جماعة عبرانية، فراح عشان يعلمهم التوحيد، ما هو مش عاوز يرجع. فالعبرانيين دول اللي ما كانوش يتصوروا انهم يقدروا يبصوا لحد في القصر الفرعوني او في البيت العالي في الفرعون، لقوا الاله نفسه الفرعون جالهم، فكبرت المساله ضخموها، ما بقتش ان نبي اختارهم او امير فرعون اختارهم، لا بقى الاله اختار، فبقوا هم شعب الله المختار، لان هم صوروا المساله ان في امير مصري اهو ساب شعبه وجالنا. فبدل ما يقولوا الامير اللي اختارنا احنا شعب المختار اللي جاي يعلمنا، لا قالوا الاله اللي اختار. هذا اللي وصل له فرويد، ووصل لفكره شعب الله المختار ان مفيش اله، لانه كمان هو وصل في فكره فلسفه الدين ان في الديانات القديمه لا يمكن ان يكون هناك اله يختار شعبا، لان كل الناس عنده مخلوقاته، انما في شعب يختار اله، يعني ما فيش فكرة ان اله يختار، هو كل الناس عنده ابناء الله او مخلوقات الله، انما مين اللي بيختار؟ ده بيختار الاله الفلاني وده بيختار اله غيره، الناس هي اللي بتختار. يبقى لا يوجد اله يختار، انما ايه الناس تختار الهتها، فتلاقي ده يعبد امون وده يعبد كذا وده، فبتتعدد الديانات باختيار الناس. دي الفكرة الرئيسية اللي ايه اللي كان وصل اليها فرويد. وفكرة تانية يمكن أكون بعد كده يعني عرفت التفاصيل منها شوية، ولو إن دي دخلة في الأثار أكتر، اللي هي فكرة بعض علماء اليهود أيضا الموجودين في المهجر في ألمانيا بالذات، عززوا كلام فرويد لأنهم اتكلموا عن نقطة تانية، اتكلموا عن الأسطورة والحقيقة في التوراة، اللي هو أهمهم زينون كوزيدوفسكي. ده باحث يعني كان مقيم في ألمانيا يهودي، حب مش يتكلم عن المصريين بقى زي فرويد يشوف أصل التوحيد جه منين، حب يتصل على يعني يصب كلامه ينصب على التوراة نفسها أو العهد القديم نفسه، فشاف القصص الموجودة في العهد القديم، مثلا يشوف قصة إيه اللي فكرة المن والسلوى دي، اللي هي ان بيجي ايه اكل كده ايه طاير مع الهواء كانه جاي من السماء. فهو راح جه سيناء وقعد درس، قعد يدرس جغرافيتها ونباتاتها اللي هو كوزيدوفسكي، فلقى ان في شجر في بعض المناطق في سيناء، فلما حد يخدشه بحاجه كده فيطلع منه سائل مع الهواء بيتجمد وبيبقى طعمه لذيذ ويطير مع الهواء. هذه المنصب. طيب الصخره اللي ضربها موسى بعصافه طلعت فيها ميه، طلعت ميه، فراح هو في الصيف لقى في بعض الجبال من سانت كاترين الى الشمال، لقى في بعض الجبال اللي فيها تجاويف، فهو الجبل مش متساوي، في تجاويف كده شويه وشويه ناتئه وشويه بارزه، فالحته اللي فيها تجاويف يتجمع فيها المطر، فيحصل ايه بقى؟ ده اللي لقاه كوزيدوفسكي، لقى ان اللي بيحصل ان طبقات الاتربه الموجوده في الرياح والرمال بالتدريج بتروح مغطيه الحفره اللي فيها ميه دي فوق الجبل، فالبدو اللي هناك او السكان اللي عايشين في المنطقه عارفين بيعطشوا ويطلعوا على الحتت دي فينقروها كده تروح مطلعه ميه، عارفين هم ان ايه هذه التجويفات الصخريه معبيه ميه والرياح ظللتها بالغبار والرمال التي تجربها الرياح فبقت ميه مخزنه، عارفين طريقها، وراح شافها وصور نفسه وهو بينقر الحاجات دي اللي هو كوزيدوفسكي، لدرجه ان في بعض
الاتجاهات في اسرائيل كانت منع هذا الكتاب انه يتقال عليه او يظهر عندهم في اسرائيل نفسها. ده راجل باحث الماني بيعمل هو حر. طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا جزء بيحاول يبين الاساطير اللي موجوده في الكتاب المقدس اللي هو في العهد القديم بالذات، لان هذه الاساطير لم تكن مقنعه مع تراكم المعلومات وظهور اللغات اللي كشفت عن حضارات. يعني القرن 19 ده اللي فيه شامبليون حل الحضاره المصريه، وبقت ايه النقوش دي مش ملغزه، مش مجرد حاجات بلاسم، لا ده لغه. ده كانت نتيجه بحث شامبليون، وده برضه بالنسبه للغه المسماريه حصل نفس الشيء، اكتشفوها برضه في القرن 19. فعصر كشوف اللغات ده خلى الناس تقدر تقرا النصوص القديمه، وتقدر على ضوءها تشوف ان الاساطير اللي بتتقال دي في بعض في العهد القديم بالذات. لان هو المساله هنا بتتعلق بايه؟ ان تنقيه الدين من الاساطير، علشان الاساطير دي يمكن بتتحول الى عقيده وتخلق التعصب وتدفع بالناس الى كراهيه بعض، يعني الدجمه دي، فكره الدجمه، فالناس بتتحرك. لكن طبعا كانوا مكرهين على نطاق شعبي، لدرجه ان شامبليون نفسه تلقى التهديد بالقتل، لانه لما قرا النصوص المصريه، وده كان يعني في العشرينات من القرن 19، لقى ان العهد القديم من نفسه كده النصوص بتاعته بتسقط او بتبان انها خرافه. من ضمنها ايه مثلا؟ من ضمنها العقيده اللي كان رجال الدين يفرضونها على الناس، انه سيدنا ادم نزل سنه 4200 قبل الميلاد. ليه جابوها منين دي؟ جابوها من الكتاب المقدس، في سفر القضاء تسلسل، انت تحسب من اول ادم لنوح لغايه ما توصل نوح ليافس لكذا بالاسماء، متوسط الجيل كذا، فيطلع نتيجه تقريبيه ويفرضها على الناس من ايه؟ من الكتاب المقدس نفسه. طيب لما يجي شامبليون يقول لهم 4200 قبل الميلاد، دي كان في دوله في مصر وجهين، وجه بحري وابن، قبل التوحيد اللي عمله مين او نعرف، فده بيصدمهم في عقائدهم اهو. يبقى حتى من غير ما الناس بتدخل معارك، هذه الكشوف في اللغه واكتشاف الحضارات القديمه ادى الى ايه؟ زعزعه الاساس الاسطوري اللي موجود، واللي ينتصر ليه اصحابه يتعصبوا ليه بدون رغبه في تاويله او تفسيره، ولكن في النهايه بترغمهم الكشوفات الجديده على التنازل التدريجي لما مش هيقدروا يكذبوا عندهم الراجل، وخاصه في ظهور الكربون المشع. بيقدر يسلط الكربون المشع على اي حجر يعرف تاريخه التقريبي. فما فيش، مش هيقدر هو يرد على الحاجات دي. اذا فعلى ضوء هذه الافكار حاولت انا ان يعني اتجنب يعني الشق الخاص بالديانات الابراهيميه الثلاثه، لانه يعني يمكن يكون تشعب بعيد عن التركيز اللي انا عاوزه، ان علاقه نشاه الفلسفه في اليونان، ده انا ركزت على هذا الموضوع. فنشاه الفلسفه في اليونان، الرد هيبدا بالرد على فكره المعجزه اليونانيه، اللي هي اصلا اليونان ما قالوهاش، مش هم اليونان اللي قالوها، ده قالتها اوروبا في العصر الاستعماري. من ضمنهم مثلا المتحمس ليها جدا في القرن 19 ارنست رينان. ارنست رينان كان متعصب جدا لفكره ايه؟ الجذور الاوروبيه للعقل. هم مش عاوزين جذور العقل تطلع بره قاره اوروبا. هذه هي الفكره، كل الفكره كده. طيب فيلو لي الحقائق والانتصار لفكره المعجزه اليونانيه. ولذلك رينان عمل الشعار بتاعه ده، انه الفلسفه نشات في بلاد اليونان لانها معجزه على غير مثال. فيش مثال سابق عشان تقتديه او تقلده او تحاكيه او كده. طيب هذه الفكره، يعني اللي هي فكره المعجزه على غير مثال، كان من البداية قبل ما ادخل في الفلسفة كنت محتاج الى تأسيس نظري. ما هي الاسس النظرية التي تقوم عليها المعجزة؟ حاولت تتبعها عند المفكرين الكبار، من رينان لجوبينو لغيرهم من او غيرهما من المتعصبين. فوجدت انه اول اساس بتقوم عليه نظرية المعجزة اليونانية
أساس تاريخي. هما بيقولوا صحيح إن مصر أقدم من اليونان، أقدم من اليونان، أرض اليونان نفسها، بس في جزر في البحر المتوسط تابعة اليونان أقدم من مصر هي نفسها. دي واحد من الأسس اللي بتقوم عليها النظرية. ولما تسألهم إيه الجزر دي الموجودة هيقولوا جزيرة كريت وعاصمتها كنوسوس. جزيرة كريت كان ثبت بالأدلة الأثرية إن ليها علاقة قوية بمصر، لأنه مكتشف الحضارة المنوية اللي هو سير آرثر إيفنز، وده أمريكي، لقى إنه خاتم الملكة تي موجود في قصر كنوسوس عاصمة كريت، ولقى إن في بضائع من كريت رايحة مصر. فالراجل اندهش ولقى إن طراز العاصمة المعماري في كنوسوس عاصمة كريت، لأن كان في حضارة قائمة في جزيرة كريت، واليونان لسه في الكوف والأدغال لسه ما فيش يونان، لسه الأخيين وبتاع التايهين في الجبال وبتاع، لكن الحضارة في كريت قبل اليونان بألف سنة تقريبا. طيب هذه الحضارة الأساس المعماري بتاعها مقتبس من أعمدة الكرنك اللي هي التاج النباتي للعواميد، يعني اللي هو فيه عمود، الحاجات دي كلها متاخدة ومطبقة في كريت. لقى إن القوانين الموجودة في كريت مشابهة للقوانين المصرية واللي درسها هو، وأثبت إن حضارة كريت هي اللي واخدة من مصر مش هي الأقدم من مصر. ده الراجل اللي اكتشف الحضارة اليونانية في كريت، واكتشف اللغة دي وترجمها وترجم النصوص بتاع الحضارة. فإذا الأساس اللي بتقوم عليه النظرية دي التاريخي ده اللي بتقول إن حضارة كريت أقدم مصر، أساس خاطئ، لأنه مكتشف جزيرة الحضارة المينوية. ليه اسمها الحضارة المينوية؟ لأن كل ملك عندهم اسمه مينوس بغض النظر عن اسمه، زي ما بيتقال قيصر على أي حد. فحتى ده التقليد فرعوني هو الأخر. فهو اكتشف بقانونها وبمعمارها وبفنونها دي على صلة قديمة بمصر القديمة بالآثار اللي لقوها في العاصمة كنوسوس. فيبقى الأساس ده اللي بيزعموه أساس غير صحيح. طيب ده الأساس التاريخي غير صحيح. أساس تاني جاي منين بقى؟ جاي من فكرة الذكاء، اللي هي الفكرة اللي طرحها كبير علماء النفس في بريطانيا سيريل بيرت، وكان أستاذ في جامعة برمنغهام، وده طرح فكرة للذكاء إنه الذكاء هو اللي بيخترع الحضارة وطبقها على الشعوب. إنه ولذلك اليونان قدروا يخترعوا الفلسفة بسبب التوقد في الذكاء اللي مش موجود عند شعوب الشرق. طيب ده زعيم مدرسة الذكاء الذي يقوم على التميز أو التمييز بين الأعراق والأجناس، إنه شعوب الملونة والشرقية منخفضة الذكاء بطبيعتها كده. ده سير البرت. طيب فبعد فترة يشك بعض تلامذة سير البرت في البيانات دي، فيذهبوا إلى أدراجه يشوفوا الاستبيانات اللي بيقول عليها، فلقوها مزورة كلها، فبقت فضيحة كبرى وكتبوا عنها وأقيموا منصبه. بس كانت فكرة الذكاء سيطرت على ناس تاني خارج بريطانيا، اللي هي فكرة إن شعب أذكى من شعب. وطبعا ممكن يكون واحد زي شبينكلر من الرد على المسألة دي في تدهور الحضارة الغربية، قال إنه ما فيش شعوب ذكية وشعوب غبية، إنما في ظروف معينة تاريخية بتجعل شعب يتقدم، وظروف سلبية تجعل شعب آخر يتأخر. وبدليل أن طيب اليونان أذكى الشعوب، طيب هي فين دلوقتي؟ هذه عايشة على العالم وعلى أوروبا كلها. طيب لما كانت هي ذكية بالفطرة بقى إيه اللي جرى لها؟ فإذا دي نظرية غير مقنعة، نظرية الذكاء زيها زي نظرية التاريخ القديم. فكرة تانية يقوم عليها نظرية المعجزة غير الذكاء وغير التقدم في التاريخ، فكرة التأمل. يعني التأمل بمعنى إيه؟ بمعنى القدرة على النظر العقلي المجرد. النظر العقلي المجرد بغض النظر عن طابعه تطبيقه العملي، يعني يبقى فيه طاقة أو قدرة على التأمل النظري. هذه القدرة في نظر أصحاب نظرية المعجزة اليونانية قدرة غير موجودة عند الشعوب الشرقية. ليه؟ لأن هم بيروا أن الشعوب الشرقية قادرة على العمل،
على ايه العمل الانجاز العملي. فيجوا سيره مصر يقول اه مصر ممكن يبنوا اهرامات يعملوا معابد ضخمه، لكن التفكير النظري مجرد ما فيش. طب ولما نقول لهم ازاي يعني يبقى في تطبيق من غير نظر، يقولوا طب ما فيش، هاتوا لنا كتاب فلسفي مصري، ما فيش. طيب الرد على ده مشكلته مركبه شويه، اللي هو ايه الفصل بين العمل والنظر. ده برضو اساس من اساس اللي قامت عليه فكره المعجزه الرنانيه، الفصل بين العمل والنظر. بعض المؤرخين الكبار اللي بيدرسوا الحضاره في الشمول بيرجع هذا الفصل الى الرغبه في تمييز من يتامل عن من يعمل. طيب الرغبه دي جايه منين؟ الرغبه دي ارجعوها الى الكتب المقدسه برضه، الكتب الدينيه، الى بالذات العهد القديم، وتكرر بعضه لغايه ما وصل للاسلام، اللي هو فكره ايه؟ هبوط ادم. ليه تقوم على ايه فكره هبوط ادم؟ فانت كنت قاعد في الجنه، كل شيء ياتي مجرد ما تطلبه من غير ما تتحرك وانت من غير بس مش اي حاجه. انما عصيت ارتكبت المعصيه يبقى تنزل تعمل. فنظر على الجانب العملي او على العمل على انه عقاب. اذا كانت معصيه ادم عوقب عليها بالعمل فيبقى العمل ده عقاب. يعني ان يشقى الانسان بيديه ويكد ويكدح لكي يحصل قوته ولكي يحيا ده عقاب، لانه قبل كده كان قاعد مستريح قبل ان يعصي الاله. فاذا اكتسب العمل من النظره، من هذه النظره الدينيه، اكتسب صيغه ادنى من صيغه او مستوى ادنى، مستوى ادنى من الاحترام، لكن اللي يقدم عليه النظر. طيب النظر ده احنا كمان لو تعملنا المصطلح اليوناني سيورايز دي، المصطلح اللي جاي منه المسرح، اللي جاي منه سياتر. ليه بقى؟ لانه في المسرح كانوا بيعتبروا، وده اللي قالوا بعض الفيثاغوريين، قالوا انه في ناس اتت لكي تمثل فبتعمل، وفي ناس اتت للمسرح لكي تتاجر معاه بضائع عايز تبيعها للجمهور وهو خارج وداخل، وفي ناس اتت للتامل بس. هم دول بقى، هم دول السيوري بتوع النظر اللي جت منها كلمه سيوري او يعني نظريه من سيوراي. طيب يبقى تفضيل العمل على النظر على العمل اريد به ان يدمغوا الحضاره المصريه بالباطل بانها حضاره عمليه، وبالتالي يعني يتبقى التامل النظري حصريا لدى اليونان في سائر الشعوب القديمه. طيب هذا الفصل في مغالطه في حقيقه الامر. يعني هذه المغالطه جايه منين؟ هذه المغالطه مش جايه بس من تفضيل النظر على العمل، جايه من الفصل نفسه. جايه من هذا الفصل بين العمل والنظر. انه النظر والعمل المفروض يكونوا مرتبطين، لا يمكن لحضاره ان تقوم وتنهض وتزدهر الا اذا ايه؟ ترابط او ارتبط فيها النظر بالعمل. النظر معزول لوحده هيبقى برج عاجل ملوش علاقه بالواقع. العمل يستحيل الانسان ان يعمل بشكل جزافي، بشكل فاضي، بشكل غير مخطط، مش هينتج شيء له قيمه. عشان ينتج شيء له قيمه يبقى العمل اللي بيعمله ده خاضع لبرنامج نظري او خاضع لاطار نظري مخطط ليه. يعني لا يمكن ان يبنى الهرم الاكبر الا اذا كانت وراءه نظريات دقيقه في الهندسه وفي العماره، مش هيتبني كده جزافه، وراه نظريه يعني، وراه تفكير وتامل نظري، واتى هذا البناء تطبيق لهذا النظر. فاذا الفصل بين النظر والعمل فصل ايه؟ هو اللي فيه المغالطه ده، لا يمكن ان نفصل بين النظر والعمل الا اذا ضحينا بجانب مهم من جوانب الحضاره وتنهار الحضاره بهذا الفصل. والدليل على كده علماء الحضاره بيستشهدوا بعالم كان في مكتبه الاسكندريه اسمه هيرون. هيرون انتوا عارفين الاسكندريه كانت مدينه كوزموبوليتان ساعتها، فيها اجناس كثيره وفيها المكتبه افخم مكتبه، وكانت قبله العلماء كلهم في العصر البطلمي. ففي العصر البطلمي في عالم في القرن الاول الهجري الاول الميلادي اسمه هيرون السكندري. هيرون اكتشف قوه البخار.
يعني جاب اواني كده وقعد يغليها ويحط اغطيه على الاواني دي ويزود النار، فكل ما يزود النار الاغطيه تتحرك، يزودها اكتر بقت تطيرها خالص. فقعد يكرر التجربه باواني مختلفه وبقوه نار مختلفه لغايه ما اتاكد لي ان البخار ده قوه. بعد ما فكره قوه البخار دي هي اللي قامت عليها فكره الانقلاب الصناعي في القرن ال 18 في اوروبا، اللي هي القطر اللي ابو مدخنه ده اللي كنا بنشوفه زمان، والمراكب اللي كانت بتمشي بالبخار بالفحم والحاجات دي، وكله ده قايم على فكره قوه البخار. فعلماء الحضاره بيستغربوا، بيقولوا الفصل بين العمل والنظر خلى اكتشاف العلماء لقوه البخار زي قلته، ولا حد استفاد منه. او اكتشفه ويرمز الاسكندري في القرن الاول الميلادي، لكن فضلت الفكره دي مجرد عبث لاش اي قيمه. ليه؟ ما فيش ربط بين العمل والنظر. يبقى اذا الفصل بين العمل والنظر يؤدي الى انه النظر نفسه مش هيبقى له قيمه ما دام انت بتفصله عن العمل وبتفصله عن الحياه. ولو كان في ربط بين الاثنين وان لقينا فيه كرة قوه البخار هنشوف ازاي نستغلها، كانت الحضاره تقدمت من ساعتها اكثر مما هي عليه. يبقى اذا لما حد يجي يقول لنا ان اليونان عندهم القدره على التامل والمصريين عندهم القدره على العمل، وان التامل هو الذي ياتي بالفلسفه والعمل لا ياتي باي تفكير نظري، يقول له ما فيش، الفكره غلط، فكره الفصل بين الاثنين دول غلط، ولا توجد حضاره تستطيع ان تنهض ويكون لها قيمه مؤثره وتزدهر في كل الميادين اللي شفناها في المعمار وفي الفكر الديني والاجتماعي وكله، الا اذا كانت قادره على ان تربط العمل بالنظر. طيب يجي بعد كده كل الاسس اللي تتكلم عنها اصحاب نظريه المعجزه اليونانيه، ان سبق تاريخي في الحضاره اليونانيه في كريت ما فيش، اللي اكتشفوا كريت قالوا ما فيش، ده هي كريت تلميذه لمصر. طيب الذكاء ما فيش، طلع الراجل اللي روج لنظريه الذكاء بين الشعوب انه بيزور حاجات عشان يثبت تفوق الرجل الغربي وخلاص. طيب التامل وقسمه الحضاره الى جانب نظري تاملي وجانب عملي تختص به شعوب الشرق، طلعت برضه فكره غير سليمه، لانه لا يمكن ان تقوم حضارات شرقيه حضاره كبرى زي الحضاره المصريه على مجرد العمل بس، تحتاج ايضا الى نظر وتخطيط في كل المجالات التي برزت فيها وتقدمت. طيب يتبقى بعد كده انه النظريه تقوم على اسس واهيه. طيب كيف نثبت ايضا انه كان في فلسفه مصريه؟ هنرجع للتاريخ مره ثانيه، لانه اليونان مدينه اثينا، يعني اثينا نفسها لم تؤسس الا يعني في متاخره، يعني تقريبا في القرن التاسع الميلادي ازدهرت وكده واسبرطة قصادها، لكن قبل كده كان في مدينتين بس في اليونان بيتعاملوا مع الحضاره المينويه في كريت، اللي هو تيرانس ومدينه اخرى. تيرانس بالذات كانت هي المدينه اللي صاحبه الفكر العسكري، وعندما دمرت الحضاره المينويه في كريت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد راحوا لقوا خراب، العاصمه كنوسوس دي نفسها بقت خراب. فالمؤرخين ما عرفوش ايه سبب الدمار، بعضهم ارجع ده الى زلزال، وبعضهم ارجعوا الى المدينتين اليونانيتين القريبين من كريت قبل ما تبقى في اثينا اللي هو موكيناي وتيرانس. المدينتين دول هم اللي دمروا الحضاره دي عشان هم عاوزين يرثوا وجودهم في البحر المتوسط والتجاره اللي كانت بتعملها كريت، ويزدهروا زي ما كانت مزدهره. فالفكره دي فكره انه وجود حضاره يعني مدن يونانيه تريد ان ترث الحضاره المينويه في كريت، ووصل هذا الامر الى درجه تدمير كريت لكي تحل محلها الحضاره اليونانيه الاصليه بقى اللي في اليونان الاصليه بقى. نشات بعد كده مدينه اثينا، لدرجه انه في بعض الناس مش عارفين نشات ازاي، وارجعوها الى ان مهندس مصري هو اللي اشرف على بناء مدينه اثينا في بعض المؤرخين.
لانه لما دمرت حضاره كريت اللي مصر كانت على صله بها، فاصبح هناك صله بين مع اليونان مباشره مع تيرانس وميكنه. الصله دي بدات عسكريه، لان حاولت المدينتان غزو مصر وتصدى لهم رمسيس الثالث في ودمر اسطولهم اللي كان قرب على يعني على الشواطئ المصريه الشماليه، وده طبعا مسجل عندهم، وحتى ورد ذكره في عند هوميروس والشعراء اللي كانوا موجودين في القرن التاسع والعاشر قبل الميلاد. طيب يبقى اذا احنا عاوزين نشوف كيف نشأت الفلسفه في اليونان. عرفنا دلوقتي انه مفيش فصل بين عمل ونظر، مفيش اسبقيه تاريخيه لليونان او لكريت، مفيش حاجه اسمها الذكاء. طيب كيف نشأت الفلسفه؟ هلا في باحث الحقيقه بذل مجهود كبير في تتبع الفلاسفه اليونانيين الذين زاروا مصر، اسمه هيلموت فون ديرشتاين. ديرشتاين كان ترجمه واحد تلاميذه الدكتور عثمان امين في مجله كليه الاداب في الخمسينات. في مجله كليه الاداب انا لقيت البحث ده، يعني بحث كانوا ترجموه من اليونانيه، واسمه البحث اسمه بليتو ان ايجيبت، افلاطون في مصر. فالراجل بيتتبع كيف نشأت فلسفة أفلاطون، وبيشير إلى ما قبله في مقدمة البحث. ما قبله اكتشف أن في ثلاث فلاسفة لازم يكونوا زاروا مصر، اللي هم طاليس. ليه فكرة طاليس الأصلية إيه؟ اللي خلته أول الفلاسفة. ما دلوقتي بتوع الفلسفة كلهم يبدأوا من اليونان ويقولوا بداية الفلسفة، بداية الفلاسفة طاليس، اللي هو فلاسفة ما قبل سقراط. إيه اللي قاله طاليس؟ قال الماء أصل الوجود. هذا مع فكرة النون عند المصريين القديم، فكرة النون الأزلي المحيط الأزلي ده اللي نشأت منه المياة، وده موجود في لاهوت مدينة أون عين شمس. اللي بيرشحوه تاني عشان يبقى زار مصر فيثاغورس، لأن فيثاغورس كمان ليه إسهام هندسي، إن المثلث المنشأ الصيغة النظرية الهندسية بتاعته اللي هو إيه؟ المثلث المنشأ من حد النظرية دي أي بس عاوز تفكرني بيها لأن الناحية الهندسية، المثلث المنشأ على مربع متساوي يساوي مجموع مربع بس. فده النظرية دي بتاعت فيثاغورس، هو فيلسوف لكن ليه النظرية دي. فعلماء الحضارة قالوا ما هو دي النظرية دي لا يمكن يكون جابها إلا إذا كان شاف الهرم ده، لأن الهرم الأكبر أو الهرم عموما هو مربع من تحت وكل ضلع من أضلاعه مسلم ومتساوي، فعشان يقدر يصل للنظرية دي عاوز يكون إيه شاف إن المسألة دي مطبقة موجودة فعلا عند المصريين. وأيضا ديمقريطس، لأن ديمقريطس كان رحالة بطبعه، دول فلاسفة اللي قبل سقراط اللي زاروا مصر. بس يجي أفلاطون بقى اللي هو كبير فلاسفة اليونان، الراجل ديرشتاين ده الألماني بيعمل إيه؟ راح قرا محاورات افلاطون كلها وحصر الاشارات اللي اشار بها افلاطون الى مصر، وهي اشارات قليله لكن جمعها. من ضمنهم اشاره تتعلق، حضرتكم عارفين ان قبل الفلاسفه كان في حاجه اسمها الحكماء السبعه. الحكماء السبعه قبل ما تنشا الفلسفه يعني. طيب من ضمنهم مين؟ من ضمنهم سولون. فافلاطون بيتكلم عن سولون وزيارته لمصر، او قبل الفلسفه، قبل الفلسفة بقرنين، لأن سولون يبقى القرن السابع، طاليس في القرن ايه أواخر السادس قبل الميلاد. سولون أفلاطون بقى بيقول إنه زار مصر واختبره الكهنة المصريون في معلوماته، ووجهوا إليه بعض الأسئلة عن الطوفان الكبير، فحدثهم عن طوفان قريب حدث يعني ناحية اليونان، فقال له أستاذه الكاهن اللي بيعلمه، قال له ده بنص افلاطون في محاورة افلاطون في محاورة اسمها طيموس، محاورة طيموس بيقول فيها الكلام ده. رد عليه الكاهن قال له انتم ايها الاغريق مجرد اطفال قبل الطوفان الذي، مجرد اطفال قبل هذا الطوفان، طوفانات اخرى كثيرة تمت لا تعلمون عنها شيئا، فعليك ان تتعلم ثم تأتي. فلما المسألة هنا عاملة زي ما يكون شاهد شاهد من اهله، ان واحد يوناني اكبر فلاسفه اليونان اهو افلاطون اتكلم عن سلفه سولون، وبيقولوا انه زار مصر وتعلم
وكمان ما عرفش يرد فتلقى التوبيخ من الكاهن المصري. يبقى احنا قدام نخبة يونانية. طبعا هيرودوت الاخر جاي مصر قبل كده سولون اهو, وبعدين افلاطون. افلاطون بقى لما جاي مصر يعني جاي في فترة الاربعينات, والذي درس محاورات افلاطون, انتوا عارفين يعني محاورات افلاطون ما فيهوش كتاب فلسفي صريح زي كتب الفلسفة اللي في البداية القيم في الاخلاق مش عم مقدم, لا دي محاورات كلها محاورات. طيب رأي افلاطون فين؟ الرأي اللي بيقوله سقراط, ما سقراط شخصية اساسية عنده في محاورات. فاحنا عاوزين نعرف اراء افلاطون, نقرأ المحاورات, وكل ما يجي سقراط يتكلم نعرف ان ده الرأي اللي بيمثل افلاطون. هذه كل الحكاية. فالراجل وصل الى ان رأي افلاطون بالذات في محاورة الجمهورية, لان محاورة الجمهورية كانت قمة نضج افلاطون, وهي اللي حاول فيها يتخيل جمهورية فاضلة, اليوتوبيا بتاعته, الجمهورية الفاضلة اللي على رأسها لابد ان يكون الحاكم فيلسوفا لكي يزن الامور كلها ولكي يسير في حكمه بالعقل وبالمنطق, فلازم يبقى فيلسوف. جند لازم يؤخذوا وهم اطفال من اسرتهم ويتعلموا الولاء للوطن وليس للاسر. ليه عام جمهورية كده بهذا النظام؟ فقال هو استوحى هذه الجمهورية في اثناء وجوده في مصر, وقضى فيها سنتين ورجع تاني الى اليونان. فاذا اذا فشلت نظرية المعجزة اليونانية زي ما شفنا اسسها, يتبقى اثبات كيف تعلم اليونان. تعلموا بزيارتهم لمصر من اول سولون اللي هو لا ينتمي الى قبل نشأة الفلسفة حكي, لانه بيقولوا قبل الفلسفة كان في حكماء منذ اشهرهم سولون. فقالوا ان من اول قبل الفلسفة اهو, وبعدين لغاية اكبر فيلسوف اللي هو افلاطون, ادي الناس اتعلمت في مصر. فيبقى نشوف بعد كده طيب تعلم ايه القيم اللي كانت موجودة في مصر. في محاورة مشهورة لأفلاطون اسمها محاورة فيدون, دي بتعالج فكرة الخلود, ما مصير الروح بعد الموت. فبيميل أفلاطون في هذه المحاورة إلى تأكيد فكرة خلود الروح. خلود الروح دي هي الفكرة المصرية اللي قايم عليها كتاب الموتى كله, فكرة إن هيبقى فيه حساب, وإن الروح هتوزن أعمالها في كفة الميزان. ميزان لغايه دلوقتي مرسوم على جدران الكرنك ومعبد الأقصر, والإله ماعد على الكفة الثانية, لأن الإله ماعد دي هي رمز العدالة التي يخضع لها الجميع بما فيهم الآلهة. ففكرة زي إن الروح خالدة فكرة فلسفية بالطراز الأول يعني. فإذا لما يتقال على مصر ما فيهاش فلسفة, لا, نقول له ده فيها فلسفة, والفلسفة دي اتنقلت اليونان, ومحاورة فيدون منقولة عن فكرة خلود الروح. يعني إذا المسألة كلها قابلة لأن توضع في إطار تعصب غربي في العصر الاستعماري بالذات, وصل أقصاه في القرن 19 عند إرنست رينان المعجزة على غير مثال. لكننا سنستطيع بالبحث وباستعانة بالباحثين الغربيين المنصفين برضه, زي ما شفنا فرويد, وزي ما شفنا مثلا ديرشتاينن في أفلاطون في مصر, دول إنه كان في تأثير كبير لمصر. اللغة حتى اليونانية نفسها, في بحث برضه اسمه ألبير فور عمل مقارنة بين بعض الألفاظ الموجودة في المعجم في اللغة الهيروغليفية أو اللغة المصرية القديمة والألفاظ الموجودة في اليونانية. فلقى كلمة خارون اللي خارون كارون بالهيروغليف يعني ملاح, ولقى عمل جدول بجمل كتيرة جدا بمفردات كتيرة جدا نقلت من الهيروغليفية إلى المصري, ولقى إن الملحمة اللي بيتكلم عنها ملحمة هوميروس كانت شبيهة بملحمة مصرية ضائعة تبقت منها بعض الأجزاء اللي هي ملحمة رمسيس الثاني, وهو اللي زار الأقصر هيلاحظ ان معبد مخصوص للرمسيس في البر الغربي قصاد معبد الأقصر بس من الناحية الثانية, ده في مدونة ما تبقى من هذه الملحمة اللي تمجد انتصار رمسيس الثاني في معاركه ضد الحيسيين. طيب يبقى عندنا هو من اول التأثير الأدبي في هوميروس لغاية التأثير في الحكماء اللي هو
الحكيم الأشهر سولون إلى ما قبل سقراط الفلاسفة ديمقريطس فيثاغورس طاليس نفسه اللي هو أول فلاسفة إلى كبير فلاسفة أفلاطون استولوا يعني خدوا هذه القيم ونظموها وأنشأوا بها كتب لكن تعلموا في مصر القديمة وبذلك تكون مصر القديمة هي هذا النبع الذي يعني نهلت منه الحضارة وأثر ذلك على الدين اليوناني نفسه مش على الفلسفة بس وده باعتراف هيرودوت. هيرودوت كتابه اللي عمله الدكتور صقر قفاجة الله يرحمه هيرودوت في مصر ترجم هو أظن في الستينات لأن هيرودوت زار أكثر من منطقة في الشرق هو جاي في مصر فترجم هذا الكتاب فبيقول إن المصريين لهم أثر كبير على اليونانيين في مجال الدين لأن هو بيلاقي إنه بعض الإلهة حيرة بيلاقيها هي نفسها إلهة حتخور بيشوف إيه نظائر لقى إيه إن ده ديانة قايمة على فكرة الديانة المصرية القديمة وعلى فكرة فكرة إن الديانة المصرية القديمة أثرت في المحيط ده كله واكتسبت عداوة الديانات السماوية ليه؟ لأن ودي مسألة على الحقيقة عاوزة بحث بس برضو الحرج الديني بيخلي الناس ما بتبحثش فيه فكرة إن دايما تلاقوا مثلا في القرآن الكريم في ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى والآية معناها بتتكرر أكثر من مرة ويسمون إيه آلهتهم أسمية الأنثى تسمية الأنثى تكرر كذا مرة إن يعني ما ينفعش يبقى في الآلهة الموجودة في السماء مؤنثة طب الفكرة دي جاية منين؟ جاية من المصريين عندهم ينفع الكلام ده ليه بقى؟ ده إلهة السماء نفسها اسمها نوت نوت احنا عرفنا معة إلهة العدل وكده ودي واخدة إيه كأنها بتظلل السماء وبترتكز على أطرافها الأربعة كده كأنها بتظلل الناس كلها وبتحميهم نوت إلهة السماء فعشان كده فكرة إلهة مؤنثة تبقى هي السماء فكرة مرفوضة في الديانات التوحيدية لكن كانت موجودة عند المصريين ليه بقى؟ ردها إلى عالم جغرافي كبير أنا هحاول أفتكر اسمه دلوقتي إلى أن المصريين القدماء ما كانوش زي الشعوب اللي عندها قحط الشعوب اللي عندها قحط دي بتعمل ايه؟ بتستنى السماء تجيب المطر ينزل المطر فتخصب الأرض فيطلع النبات الله فالأرض هي اللي بتخصب والسماء هي اللي بتخصبها المطر فتبقى السماء هي المذكرة وتبقى الأرض هي الأنثى طب المصريين عندهم النيل اهو الأرض ذكاء منها فيها مش محتاجة للقصة دي كلها فيبقى إذن إلهة السماء عندهم هتختلف بالضرورة هتختلف يشوفوا بقى هم عاوزين من السماء إيه فكرة السماء عاوزين منها إيه الرحمة والعطف والحنون والرقة فلاقوا كل ده هينطبق على المرأة فتبقى إلهة السماء ما عندهمش مشكلة خالص في المرأة فده برضو مؤثر ظهرت في اليونان الإلهة حيرة والإلهة أرتميس ظهر برضو في اليونان هذا الكلام لكن الديانات السماوية خدت من المطقة فإذا شفنا الفلسفة أو اليونان جم وتعلموا في مصر حتى في الدين التأثير المصري هنلاقي بعد كده أنه الرد على هذه الفكرة وفكرة المعجزة اليونانية أصبحت حتى دلوقتي ملهاش أنصار كتير وأصبح حتى جماعات الأوروبا اللي بتكلم عن الفلسفة بترجع لمصر القديمة يمكن عندنا لسه متأثرين بالنظرية المعجزة لأن الرادة الأوائل للفلسفة زي عبد الرحمن بدوي وأحمد فؤاد الأهواني وكده كانوا مؤمنين بالنظرية دي لأن المعلومات ما كانتش متوفرة عن مصر القديمة كان الأثريين لسه ما اشتغلوش وأنتجوا أشياء يعني إيه نقدر نترجمها ونتعلم منها أنا أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم وأشكركم على الإنصات جزيل الشكر باب الأسئلة مفتوح لحضراتكم إنه هو الفلسفة لو شفنا تلقي الفلسفة في العالم العربي والإسلامي لما بعد الحضارة الإسلامية في العصر العباسي كان الأئمة الفضلاء زي ابن رشد والفارابي وغيرهم من هؤلاء الأئمة العظام كانوا مهتمين جدا بترجمة فلسفة أرسطو وغيرهم من الفلاسفة
وهذا يعني زي ما تقول القوة الفكري بفضل مين؟ بفضل الله ثم بفضل المعتزلة اللي هم كانوا مع انهم كانوا يصفوا في العقل الا انهم كانوا تمام. لكن عاوز اسال حضرتك سؤال بس، هو فكرة انه المعجزات اللي تنزل على الانبياء هي فكرة زي ما تقول يعني علشان التصديق، علشان اثبات النبوة، يعني زي سيدنا صالح لما طلبوا منه قومه انه او حاجة زي كده يعني. بس المهم انه المعجزات هذه يمكن تنزيل من الله علشان الناس تصدق انه هذا نبي، ولا هو نبي ازاي يعني مثلا يصدقوه الا بالمعجزة. ولكن العموم يعني لي سؤال بسيط، هو يعني لازم نحن ننقي فكرة الدين من الاساطير ازاي؟ يعني مثلا نحن ننقي الفكرة من المعجزات، ام نحن نشوف اللي هي يدخل العقل، مع انه مش كل الناس عقل واحد، لكن اعتقد انه كل واحد له عقل مختلف يعني. ولكن هل لازم نحن نكون ننقي فكرة الدين او ننقي الدين نفسه العظيم من الاساطير بشكل عام، ام نشوف اللي هي المعقولات وهذا بس؟ يعني شكرا. فكرة كما وصلتني، وارجو ان تكون قد وصلتني على النحو السليم، انه اذا تخلينا عن المعجزات التي هي اساس الدين، فما الذي يتبقى من الدين؟ يعني انت بتقول الدين ليحتاج الى المعجزات، فكيف التي صيغت في شكل اساطير، فكيف ننقي الدين منها وما الذي يتبقى من الدين؟ المساله التنقيه، احنا مش هجيب حاجه كده نروح مسحين الاساطير. التنقيه هنا بمعنى الرمزي. التنقيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان نفهم أن هذه اللغة لغة رمزية، لأن لغة الأساطير كلها رمزية. اللغة برضو النصوص الدينية في جانب كبير منها، الجانب اللي هو متعلق بالأشياء الغيبية، هي برضو لغة رمزية. ليه؟ الأشياء المتعلقة بتنظيم العبادات والقواعد والقوانين دي هتبقى حرفية ماشي، لكن المتعلقة بالغيب، يعني مفهوم الروح، مفهوم الله، مفهوم الجنة، مفهوم النار، مفهوم الحاجات دي غيبية. غيبية نعمل فيها ايه بقى؟ مش هنكنسها، نمسحها، ننقيها، هنؤولها، هنفسرها. لازم نفسرها لانه ما نقدرش ناخدها بمعنى حرفي. كيف تفهم او تأخذ المعنى الحرفي بتاع انه ربنا استوى على العرش سبحانه وتعالى، استوى على العرش، وانه يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. هل هنوت ثمانية يستطيعون حمل عرش الله مهما كانوا؟ أنت تجعله محدودا. يبقى الحل مش تلغي الصورة، تؤولها. فيبقى إذا وردت يد الله لا تتورط في الفهم الحرفي وتفهم أن اليد على أنها يد بس ضخمة، لا، أنت تؤولها، تقول سلطته، سيطرته، مش يد لها أصابع. يرد وجه الله، ما أنت لما تخلي لله سبحانه وتعالى يد وله وجه، له بقية الأعضاء بقى، يبقى أنت جسمته. إنما أنت أحسن تقدر تفهمه على النحو أكثر رحابة وأكثر إيمانا بأن تؤول الوجه أنه النور، واليد هي القوة أو السلطة. فنحن لا نريد أن نستبعد الأساطير، لأن مش هتقدر تستبعدها، لأن الأساطير بتتعامل مع الخيال، مع الجانب الخيالي. هتبقى لابدة كامنة تتربص بينا في كل وقت، هتظهر في الفن وفي الأدب وفي الحكاوي وكله، لأنها بتلبي حاجة الخيال، ولكن تحتاج إلى أن نفهم أنها لغة رمزية. لغة رمزية بمعنى إيه؟ بمعنى يقترب فيها الدين من الفن، لأن الفن أيضا لازم تكون لغة رمزية. أنا ما أقدرش أقول صديقي شجاع، طب ما مش شجاع كلمة نثرية عادي، لكن مجرد ما أقول صديقي أسد خلاص، يبقى أنا دخلت بقى إيه في مملكة الخيال وفي الرمز. طيب الدين قايم على ده برضه، قايم انه مش بيقول لك حقائق حرفيه. انا هضرب لك مثال بسيط، لان بعض الناس بيلبطوا كتير في الحته دي، هيقولوا لا ده فيه وكذا، لا ما فيه. انت دلوقتي تعالى مثلا في شجره بسم الله الرحمن الرحيم، شجره في اصل الجحيم اللي هي شجره الزقوم. طب تعالوا شوفوا الدين بيفسرها ازاي، القران الكريم بيفسرها ازاي، فسرها ازاي؟ يقول طلعوها
كأنه رؤوس الشياطين. الله، طب ما انت لا عارف الزقوم ولا عارف رؤوس الشياطين، لا شفت ده ولا شفت ده، يعني ده تشبيه مجهول بمجهول. اذا انت هتاخده حرف بقى، يبقى الحل ايه؟ انك ما تاخدوش حرف، انك تاخده انه يعني شاده انه عذاب، ما بتديك فكره العذاب بتصورها لك بشكل او باخر، لكن مش شجره بتطلع من النار من الجحيم وليها رؤوس الشياطين. مفيش مش هتفهم حاجه، لان مجهولين المشبه والمشبه. يبقى حلك انك ايه؟ لا تفهم النصوص الغيبيه الا على انها لغه رمزيه. لغه رمزيه انت تجتهد بقى في تاويلها زي ما اجتهد غيرك من المعولين قبل كده. بس وانا يعني لما اقول الفن لغه رمزيه زي الدين، لانه ما ينفعش الفن يبقى مباشر هو الاخر، ما ينفعش يبقى لغه مباشره. هو يريد ان يخاطب الخيال ويخاطب الروح، فعاوز برضه كما يريد الدين لغه رمزيه تلبي حاجته الى الحقائق الغيبيه. الفن يحتاج الى ذلك، ولذلك تلاقي الاثنين بيستخدموا لغه بعض. يجي الدين يستخدم فن زي الشعر في الاسلام، اذهب يا حسان واهجهم ومعك روح القدس، لان الشعر ممكن يبقى خادم الدين، لغه واحده. في المسيحيه الايقونات، الايقونوجرافي، الايقونات المرسومه على الكنائس في كل حته، الفن التشكيلي يعني. فن اهو، فن بيخدم الدين اهو، سواء الفن التشكيلي في المسيحيه او الشعر في الاسلام. بس الشعر الحقيقي بقى مش هيبقى خادم في ساحه الدين، ولا هيبقى خادم في ساحه السياسه. ومن القرن الاول الهجري على فكره، القرن الهجري يجي عاشق مثلا زي قيس بن الملوح بيتكلم عن ليلى، يستخدم لغه الدين، ما هي لغه واحده لغه الفن والدين. اراني اذا صليت، يعني بيتكلم عن ليلى، اراني اذا صليت يممت نحوها بوجهي وان كان المصلى ورائي، اصلي فما ادري اذا جاء ذكرها، اسنتين صليت الضحى ام ثمانية. الله، ده بيتكلم بالصلاه والمسجد وبتاع عشان يعبر عن الحب. اي اللغه واحده، لغه ايه؟ اللغه الغيبيه في النصوص المقدسه وفي الفن هي لغه واحده لانها رمزيه، فما فيش استبعاد بمعنى كنز للاساطير، لانها هتبقى موجوده في الفن، مش هنقدر نتخلص منها، هنحتاجها. طيب سعادتك، انا هبتدي من الاخر الاول. النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها الاخر دي، هما فرقتان تصف احداهما الاخرى بالمجسده والاخرى بالمعطله. المجسده هي التي تجسد، تقول يد الله هي يد الله، بها اصابع وسلاميات وكل حاجه واعصاب وربما دبله وربما زي ما يكون. والمجسده دول قريبين للاخوان مثلا. ايوه صحيح. بينما الاخرين هم المعطله، يقول لك لا ما فيش يد. التاني يقول لك المعطله ازاي تقول ربنا ما فيش يد، في قدره وفي امكانيه. لا، هي دول بسموهم المعطلة، اللي هو ده فكر الأزهر، أقرب لسي فكر الأزهر. الحاجة الثانية أنه الفلسفة في عصور الاضمحلال الفكري حتى كان ساعات يعني يصل إلى الهجوم عليها والتكفير، إلى درجة أنه يقول لك لا خير في شيء أوله فل وآخره سفة. وده يوري قد إيه الناس كانت بتبقى مش عايز تفكر، يعني اللي في مخهم خلاص هو زي ما هو كده، مش مستعد يحركه إلى يمين ولا شمال، مفيش حركة. حاجة التالتة اللي هي تهمني أكتر بقى، أنه الكمتية اللي نسينا نتكلم عنها، أنه أنا الهوية المصرية هوية ثرية ما فيهاش خانة واحدة، إنما هي خانة وتحتها في خانات كتير. أحسن حد وصفها جمال حمدان، وقال إنها لها جد فرعوني وخال عربي وعم إسلامي وخالة يهودية وعمة مسيحية. بص كل ده كله في الاخر مصر، ومش عارف ايه متوسطية، احنا متوسطين برضو. احنا على فكرة ما اننا بنتكلم عربية مفروض نبقى عرب فون، لكن احنا على فكرة مصر عضو في الفرنكوفونية، لان عدى عليها بونابرت، فبنعتبر ان احنا متكلمين بالفرنسية زينا زي تونس وزي الجزائر. ده مش حقيقي، بس هم احنا في نفس المجموعة دي، لما بيجتمعوا المجموعة الفرنكوفونية مصر عضو فيها. فاحنا هوياتنا، الهوية المصرية حاجات كتير، والحاجتين اللي احنا خايفين منهم ان احنا نبقى ضد العرب. لا، مش ضد العرب،
ده جزء من الهوية بتاعتنا. الكمتية ليست معادية للعربية وليست معادية للإسلام، وإن كان فيها بعضها بعض الكمتيين بيقرنوا الكمتية بالقبطية أو بالكمتية الكمتية بالقبطية بالديانة المسيحية المصرية. الكمتية اللي هي ايه؟ الكمتية اللي هي كمت اللي هي مصر القديمة زي ما حضرتك قلت في الاول. الحاجة الثانية انه مثلا احنا الثلاثة الجاي بنحتفل برأس السنة المصرية واحد توت اللي هي واحد تحوت ايوه، وبنطلع في مركب في النيل، مركب كبيرة بتطلع بينا نفس الرحلة بتاعت ايه المصريين القدماء. نفس الرحلة دي كان فيها نفس الرموز، هي زي اللي بيعملوها المسيحيين واحد توت اللي هي رأس السنة المسيحية اللي هي السنة القبطية، وما فيش خلاف في انه فيها مسلمين وفيها مسيحيين وفيها عرب وفيها ناصريين حتى وفيها قوميين، ايا كان في كل الاحوال هو في الاخر هو مصري ويحمل كل هذه الهويات اللي هي غنية جدا. ها، واحنا علمنا اليونانيين وتعلمنا منهم، علمنا العرب وتعلمنا منهم، وعلمنا غيرنا وتعلمنا منهم. يعني حتى الان اعتقد ان احنا ما احناش متعصبين لدرجة ان احنا مثلا ما نستعملش الالكترونيات دي لانها مثلا صناعة يابانية بتكنولوجيا المانية واستيراد شركة امريكية. يعني احنا منفتحين على كل هذا، الحضارة حضارة، وإلا هنلاقي نفسنا في الاخر لازم نرجع بقى للجمل ونشوف الجمل يكون من اصل عربي من اصل حجازي ومش هنخلص. مع الافكار اللي رحل للاستاذ، بس هي الفكره. وحتى كلمه جمال حمدان رجعت اختصارها بعد كده في ان مصر يعني عربيه بالاب ولكنها فرعونيه بالجد، واكد على الفكره دي اكثر من مره، ودي الفكره اللي خدها يعني اللي كانت موجوده اصلا قبل كده عند يعني واحد زي تحسين في الثقافه المصريه، لانه بينظر اليها من اطار ارتباطها بحضاره البحر المتوسط. طبعا ده كلام جميل، بس احنا عاوزين برضو نعرف ان المصريين حافظوا على كيانهم ازاي وسط محيط من الغزوات متلاطم عبر 3000 سنة، لان هذا المحيط لما نرجع مثلا 2000 وشوية سنة 2000-3000 سنة الاقي ايه المنطقة دي كان فيها مين؟ مثلا مصر، وجنبها في الشرق ايه الميتانيين والكنعانيين والحوريين والحسيين، وهتلاقي فيه شعوب انقرضت وبادت وزالت وزابت في شعوب اخرى، تعرضت لغزوات وانتهى امرها بانها ذابت في الشعوب الاخرى الا المصري ما ذابوش. ليه بقى؟ لانه كان عندما يعني تنهزم عسكريا لا تنهزم ثقافيا، بل بالعكس كان الذي ياتي اليها هو اللي بيستفيد من ثقافتها. فاللي هي ده اللي خلاها مستمره، اللي خلاها مستمره ان فيها لم تغير مثلا المؤرخين بلحظه لم تغير لغتها الا مرتين. ها؟ ما غيرتهاش حتى الهيروغليفية وبعدين الديبوتيقية وكده، ده خط يعني يوناني بيكتب بيه اللغة الهيروغليفية. وبعدين العربية ليه بقى؟ لأنه العربية كان فيها قسوة في التعامل مع لازم يوظف اللي يعرف عربي، الحكام العرب زي ما انتم عارفين وكده، فقدرت ايه تغير ده. في الديانة برضو الديانة المصريين يتعاملوا مع الدين بمرونة لا توجد في شعب آخر على فكرة، وده لاحظه اللي هو ريتشاردز في موسوعته عن تاريخ الدين. لاحظ حاجه غريبه جدا، ان المصريين دول يبقى الاله رعا موجود اللي هو اقدم الالهه اللي هو يعني كانه استمرار لاتوم. طيب في اليوم اللي قبل ما يبقى فيه توحيد القطرين، بعد كده تيجي توحيد القطرين يبقى الاله بتاح في عصر نعرمر الملك مينا، الاله بتاح يبقى اللي هو خلق العالم من الكلم، هتلاقوا برضو دي انتقلت للكتب المقدسة كن فيكون. وفي الإله خنوم تبع ديانة أمون خلق العالم من الصلصال، برضو موجود في الكتب المقدسة. المصريين لما بيلاقوا انه رع اللي كان هو الإله اللي بيعترف بالمصريين كلهم يجي بعد كده بتاع يجي بعد كده أمون، طب هيبقى تبع مين؟ لم تقم حرب دينية اطلاقا على مدى الاف السنين لا بين بتوع رع ولا بتوع امون، انما كان يعمل ايه؟ يعمل حيله لغويه يسمي امون ايه بقى؟ يسميه امون رع. خلصت الحدوته. ليه؟ احتفظ برع اهو
وأمون مش معقول تبقى الإمبراطورية عاصمتها فيها أمون وما نعترفش بأمون. ده العاصمة اللي هي الإمبراطورية اللي كونها تحط موسكو لا عاصمتها في الأقصر يعني الإله أمون، فيظل أمون. فأنت بتقول أمون ورع مش هتقدر تسيبه، ده اللي أنت عشت عليه قبل كده، فيبقى أمون رع. فأنا معاك إن المصري قدر يخلص أو يتخلص من فكرة الحروب الدينية والمسألة العرقية، بقى هو قادر على إزابة من يأتي، لا لكن هو لا يزول فيه، بيزيب يمصره، والذي لا يتمصر هيفضل جيته قاعد كده معزول بس. فأنا أظن متفق معك من هذا المصدر. كنت عايز بس أسأل سؤال، يعني رغم تأثير يعني الحضارة المصرية على اليونان والإطلالة التنويرية الكبيرة جدا اللي كانت موجودة في مصر واستفاد منها اليونانيين، ليه ما شفناش فيلسوف مثلا مصري في ذلك الوقت زي مماثل لأرسطو وأفلاطون والناس دي، حاجة مماثلة في مصر القديمة، مماثلة للفلاسفة؟ دي حاجة برضو حاجة يعني غريبة جدا، رغم الإطلالة التنويرية العظيمة لمصر على العالم كله، خصوصا ربما خصوصا على اليونان. السؤال الثاني مثلا، هل نختصر الفلسفة العامة كلها القديمة لحد 1450 دي مرحلة يونت معين، ومن 1450 ل 1600 دي مرحلة تانية، ومن 1650 قبل الميلاد؟ لا حاليا يعني، هل أنا أخذ الفلسفة القديمة كلها في يونت واحد كده لحد 1450 دي نعتبر الفلسفة القديمة، وبعد كده مثلا من 1450 ل 1600 مثلا مع بداية نهضة معينة، ومن 1650 حتى الآن نعتبرها فلسفة معاصرة جديدة؟ أنا عايز بس إيه تصنيف تاريخ المرحلة. يعني السؤال بتاع إذا كانت مصر هي أصل فلسفة، ونظرية المعجزة اليونانية نظرية يعني تقوم على أساس خاطئ، فأين هو الفيلسوف المصري؟ وفي بعض الناس يطوروا هذا السؤال يقولوا فأين هو الكتاب في الفلسفة في مصر؟ هنقول لهم إنه عندما نقول إن مصر هي أصل فلسفة أتى اليونان وتعلموا منها من صولون إلى أفلاطون، فهذا لا يعني أننا سنبخس اليونان حقهم. هم خدوا طوروا وعملوا كتب ومحاورات، لكن خدوا الأفكار الرئيسية، خدوا الأفكار الرئيسية وبنوا منها بقى اللي بنوه، فبدأت كتبهم تبقى موجودة. زائد إن في فكرة تانية، يعني إذا كانت اليونان كتبهم وصلتنا، لأنه المسألة بيننا وبينهم لغاية دلوقتي مش هتزيد عن 25 قرن 2500 سنة، لكن عند مصر قديمة أنت أمام عدة آلاف أخرى من السنين إلى الوراء، فكيف تطالب التاريخ أن يبقي لك كتبا من هذا التاريخ المغلف القدم وتقارنه ببقاء كتب اليونان؟ بقاء كتب اليونان كانت الناس عرفت الكتابة وعرفت تحافظ على الكتب شوي، إنما في التاريخ المغلف المصري من يدريك أن هناك كتب كانت موجودة تتعلم منها الناس وقد ضاع. والذي يؤكد ذلك بقاء شذرات وأناشيد من هذه الكتب، يعني مثلا نشيد لنفر حتب في عصر الدولة الوسطى، النشيد ده ترجم منه سليم حسن عدة صفحات، وبيسميه ايه بقى؟ النشيد اللذة، البحث عن اللذة، ده مذهب بحاله. اللي باقي من الصفحات دي بيقول ايه؟ عشان تعرفوا بس انه ده الراجل في بداية النشيد بيقول لمن اتحدث اليوم، شوف بداية النشيد كل الافكار قد قيلت، فمن اين ساتي بفكره ساقولها؟ ده كلام لا يقال سنه 2000 قبل الميلاد الا من واحد درس افكار اتقالت قبل كده. ده واحد بيقول لك انا مش لاقي فكره اقولها، كل الناس قالت كل حاجه، يبقى ده مش جاي من فراغ. لدرجه ان جيمس بيكر في جامعه ايوا اظن كان بيتكلم عن ان هل في حد في الالاف المغيله دي بيقول هتكلم منين الافكار كلها خلصت؟ الله، ده فين الافكار اللي خلصت دي؟ بقى هو عاش. زائد ان الراجل ده نفسه تارك في النشيد اللي ترجمه سليم حسن، عارف الفكره الرئيسيه بيقول فيها ايه؟ بيقول كل القصور انهدمت والمقابر نهبت والبتاع ده كله ضاع، وفكره انه الموتى سيبعثون لم يقم عليها دليل حتى الان. الراجل ده سنه 2000 قبل الميلاد، اول شك في الدين، اول مدرسه تشك في الدين،
صحيح مش كتاب اللي تبقى نشيد، بس انت راجع كده نفر حتب في سليم حسن هتلاقي الكلام ده. يقول كل الافكار التي قيلت عن الخلود والروح ونبعث لم يقم عليها دليل ولن يقوم عليها دليل الى ان ياتي احد من الذين ماتوا، لغايه ما يجي لي حد من اللي ماتوا ويقول اهو احنا حين تاني اهو مفيش، يبقى مفيش دليل. كلام فلسفي من الدرجه الاولى اهو. اول شك في الديانه اهو في نفر حتب في القرن 2000 قبل الميلاد في عصر الدوله الوسطى. وبعدين يرتب على كده مذهب في اللزق، يقول طيب احنا دلوقتي الدين بيقول لنا هتبعثوا مش هتبعثوا مفيش دليل لغايه ما حد يقوم من اللي ماتوا. طب نعمل ايه؟ يقول اذهب الى حبيبتك واستمتع والبس الكتان الشفيف ومش عارف واهديها هذه الزهور زهور اللوتس وكذا، يعني استمتع طالما انت لا تضمن الا هذه الحياه وكل اللي بيقوله رجال الدين مش مضمون، خلاص انت استمتع بالحياه الحاجه الوحيده اللي انت ضامنها. يبقى ده فلسفه ولا مش فلسفه؟ مذهب اللذه، مذهب اللذه في صورته الاولى، مذهب الشك الديني في صورته الاولى. طيب يبقى احنا مش ضروري نلاقي كتاب كامل في الفلسفه زي محاورات افلاطون، ده عصر وده عصر وده عصر ما كانش وسائل الحفظ فيه متاحه الا من خلال الحجر والبرديات الصغيره، فما تقدرش تطلبه انه يحفظ لك زي ما كان بيحفظ بعد 2000 سنه عند اليونان. وفي نفس الوقت انت بتلاقي الافكار دي اللي قامت عليها فلسفات، فلا تبخسها حقها لانها ملهاش كتاب يضمها، لكن ليها نصوص صغيره بس داله ومقنعه. اول شك في الدين اهو بيقول ما فيش، اول مذهب في اللذه اهو بيقول، وغير بتاع حتب نفر حتب خليك في ايبور تحذيرات ايبور اللي بيعتبروها اول يوتوبيا، تحذيرات ايبور بيحذر من تفكك المجتمع للظلم الموجود وبيطالب بان الامير العادل ده يستعين بناس قادره على تطبيق العداله، ده اصلاح سياسي فكري. ايبور تحذيرات ايبور، يعني شوف نفر حتب تحذيرات ايبور برضه في الدوله الوسطى، بلاش شوف الفلاح الفصيح، لان نصوص الفلاح الفصيح قايمه على ايه؟ على فكره العداله. وفكره العداله دي تخلينا حتى كل ما حد يقول لنا جبروت الفرعون لازم نسخر منه نقول له جبروت فين؟ ده فرعون بيشتم اهو من فلاح ومع ذلك ليه بليغ فيكافئه. طب ده يحصل في الدول القديمه خالص؟ انه الحاكم الاباطره في الدول القديمه دي حد من الرعايا يقعد يشتمهم كده ويز، ده بيقول له أنت ربان السفينة وقد انحرفت بك الدفة فأغرقت البلاد، أنت اللي عملت، ويقول له كنت أظنك ستعاقب المرتشي فإذا بك أكبر المرتشي. الله، هو يسمع ده وبعدين يلاقي الكلام بليغ فيقول كفؤوا. يعني قصدي أقول إيه؟ إن الفرعون مش بالصورة اللي ترسمت لنا، مش بالجبروت ده، مفيش كلام. فاذا احنا مش عايزين نظلم المصريين، هم ما فيهمش كتاب لكن في افكار بقت في نصوص صغيره لكنها افكار مؤثره واخذتها كبير يعني الكتاب. اول مره نعرف انه مفكر كبير كمان يعني، الله يحفظك، واستفدنا من حضرتك كتير. سيادتك تكلمت في اول المحاضره يعني عن افضليه بني اسرائيل كما وردت في القران الكريم، سيادتك سمعني؟ افضليه بني اسرائيل، افضليه بني اسرائيل، إنا فضلناكم على العالمين. أيوه. وفي آية تانية ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبنا لكم أو كتبناها لكم، صح كده؟ نعم. أيوه بالضبط. في ناس مصريين وعرب بيعتدوا بالآية التانية دي على إنها فلسطين حق لليهود. فلسطين؟ حق لليهود لأن دي الأرض التي كتبها لهم طبعًا. أرض المقدسة يعني. سيادتك شرحت ان افضليه بني اسرائيل او يعني الثقافه اليهوديه عموما مستمده من الثقافه الفرعونيه المصريه القديمه. ايوه. بس برضو ما جاوبتناش عن ليه افضليه بني اسرائيل؟ ليه؟ لماذا فضل الله بني اسرائيل؟ ما ده وجهه نظر فرويد مختلفه. يعني لماذا يعني فكره تفضيل شعب او فئه معينه من البشر على العالمين كلهم، هذه الفكره يعني مرتبطه بالاديان السماويه، لان الاديان السماويه عندما يعني تريد ان
تكون هادية للشعوب الأخرى، فلا بد أن يكون هذا الشعب الذي يهدي مفضل على الشعب الذي سيهدى، وأن الأنبياء دول لازم يكون هم اللي اختاروا ربنا. فكيف تستطيع أن تقنع الناس بأن تؤمن إلا إذا أقنعتهم بأن ربنا فضلهم وأتى مفضل شخص منهم ليكون نبيا؟ ها؟ يعني كمان تفضيل داخل تفضيل. ها؟ فإذا هو فضلهم وفضل منهم بعضهم، لأن في بعض المواقف كانت الدين، كان مثلا في القرآن الكريم في هجوم على بني إسرائيل لأنهم لم يطيعوا أمر الله، لكن هو كمان بيبنيهم درجات، فضل منهم ناس خلاهم هم الأنبياء، وخلى النبوة في بيت يا إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب. طيب يبقى إذا في تفضيل داخل تفضيل، من غير هذا التفضيل تسقط فكرة النبوة، إن في ربنا بيختار من يعني يراه صالحا لكي يبشر ويدعو بالرسالة ويكون أهل هذه الدعوة وقادر على هذه الدعوة. فهذا التفضيل منسجم مع فكرة الديانات السماوية، مع فكرة النبي المرسل الموحى إليه. الديانات التانية اللي ما فيهاش فكرة النبي المرسل اللي هي بيسموها الديانة الطبيعية، حتى في الإسلام هتلاقي بعض المفكرين قالوا كده، زي ابن الطفيل في حي ابن يقظان. ما ابن الطفيل عمل ايه في حي ابن يقظان؟ وده بينتمي الى يعني مرحلة ما بعد ابن رشد. بيقول انك انت رواية حي ابن يقظان، هات حي ابن يقظان وحطه في جزيرة وربيه ويسيبه وحده، هو من نفسه بعد كده من غير ما هتبعث له رسول ولا ابتهاج هيعرف ان فيه اله. هيعرف ازاي؟ هيلاقي كل شيء لازم بعد يسبب كل الاشياء دي، مش معقول هتحصل بالصدفة. فدي بيسموها الديانة الطبيعية. الديانة الطبيعية اللي هي ايه؟ اللي انت مش محتاج رسول، هو حي ابن يقظان سيبه انت كده، وبعد ما يبلغ بتاع ده وياخد خبره مع التعامل مع الارض والطبيعه والمطر والظواهر الطبيعيه كلها، هتلاقي عارف ان لابد يكون في اله من غير رسول ولا اي حاجه. فاذا فكره النبوه هي اللي بتحتاج فكره التفضيل، يختار نبي يبقى هو مفضل على العشيره بتاعته لانه اقدر على القيام بالرساله كما يعني يراه الله سبحانه وتعالى. الشعب ده مفضل على غيره لان فيه النبوه. فاذا هي درجات هيراركيه، لا تقوم النبوه من غير الديانات القائمه على الوحي ايه اللي بياتي الى النبي. وهتلاقي بعض الناس من العرب نفسهم، ده مش من العرب بس، ده من امير المؤمنين نفسه. يعني تخيلوا مثلا احنا لسه في امير المؤمنين السادس في الاسلام، يعني لسه في عصر الصحابه، ما هو الخلفاء الراشدين الاربعه وبعدين معاويه، ابن يزيد، ابن يزيد ابن كثير بيورد لي قصيده انا ذهلت منها، عارف بيقول فيها ايه؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ده صراع بني هاشم وبني اميه اتخانقوا مع بعض، العشره المبشرين بالجنه، هتلاقي المبشر بالجنة قتل زميله المبشر بالجنة برضه في معركة الجمل اللي هو مع طلحة وزهير انضموا مع عائشة واتقتلوا بسبب المبشرين في الجنة، ضحوا بعض كلهم قتلوا. ففي فكرة التفضيل دي قايمة على فكرة الوحي المنزل، اللي بيختار النبي من عشيرة معينة تفضل على غيره. فقريش مفضلة على بقية القبائل طبعا، لأن منها محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدين بني هاشم مفضلين على غيرهم في قريش، وهكذا لغايه ما توصل لنا. بس انا ما عنديش سؤال، بس هي ملاحظه عابره كده بتاع حد عادي مش متخصص. يعني هو واضح انه بالنسبه لي كمتابع مثلا للسينما وقاري لبعض الروايات الغربيه او حاجه، ان المركزيه الغربيه بترفض او بتتعنت في اعترافها باصل مثلا يعني باصل الحضاره بتاعتها ما قبل اليونان. يعني هم واضح انه في محاوله للتعتيم على انه زي ما حضرتك وصفت ان المعجزه اليونانيه دي ممكن يبقى لها جذور مثلا ممتده او تاثيرات من حضارات تانية، وبالذات الحضاره المصريه. دي حاجه انا بحسها جدا في الافلام الاوروبيه والامريكيه بالكامل، بحسها جدا في كتير من رواياتهم بشكل كده ما فيهوش يعني محاوله مني لمحاوله الفهم او البحث كحد متخصص يعني. لكن انا بايد جدا الكتاب اللي حضرتك عملته، وانه ده او الكتب او احنا المفروض كمصريين
ممكن يبقى يعني دي بداية فعلا لفهم نفسنا والفهم ذاتنا، ومش مهم احنا اثرنا على مين او ما اثرناش على مين، بس مهم قوي بداية الوعي بنفسنا ده، من غير لا يبقى فيه عنصرية او تشدد للكيميتية او مش كيميتية، او نحاول نعمل عملية التوازن عشان ما ننتهش اكتر، لانه يعني انا بشوف ان كل واحد عايز يعمل توازن ما بيننا وما بين العربية او ما بيننا وما بين الدين، او خايف يفصل في منطقة كده الخوف حاكمنا فيها. فهي الفلسفة او الافكار او المناقشات الجريئة الخاصة بالفلسفة هي اللي ممكن تحل كل الاشكاليات دي. لكن ملاحظتي انا البسيطة واللي بتضايقني جدا انه فعلا المركزية الغربية عندها تعنت وتطرف في الاعتراف بأي حضارة سابقة لليونان، سواء كانت الصين أو كانت اليابان أو كانت مصر أو أي حتى أي شكل من أشكال أي شيء. لذلك في الأفلام تلاقيهم دايما يروحوا للبلاد دي ياخدوا منها أساطير ويعيدوا صناعتها، زي مثلا ما بيجوا الحضارة المصرية يعملوا حاجات عن الزماميز أو بتاع ويقعدوا يسخروا ويشوهوها، يروحوا الصين نفس الكلام ياخدوا أساطيرهم، يروحوا المكسيك ياخدوا أساطيرهم، يروحوا اليابان يعملوا كده، كل شوية بيخترعوا عدو للحضارة الغربية ديت ويشوهوه بكل معاني الكلمة. قليلين جدا المنصفين اللي ممكن يعملوا فيلم او رواية او حاجة، قليلين جدا زي ما حضرتك ذكرت الفلاسفة او الادباء اللي ممكن فعلا يقفوا ويواجهوا ويعملوا حالة حوار، مش تعمل اعتراف يعني او تعمل اعادة تقدير للحضارات القديمة، بس بتخلي فيه ارضية مشتركة لحوار عقلاني حقيقي يعني. فانا بشوف انه هم متطرفين ويعني مش مستعمرين بس وقتلين قتلة بس، ده هم كمان سفحين في إنكار يعني فضائل الحضارات الأخرى وجذور الحضارات الحقيقية. يعني احنا محتاجين يعني نواجههم بنفس القوة يعني. أنا طبعا أتفق يعني مع صديق الذي لخص الأمر كله في تعصب أو التعصب لفكرة المركزية الأوروبية، وأن المفكرين المنصفين عندهم هم القلة، هم الاستثناء. طبعا ده لابد أن نتوقعه، لأننا يعني إذا توقعنا أن يدافع عنا الآخرون فلن نكسب شيئا، نكسب القلة دي، ستظل القلة بس المنصف. وده في فكرة بس عاوز أذكركم بيه، أن تويمبي لما جاي في أيام عبد الناصر في الستينات وألقى يعني محاضرة ونشروها ساعتها في الأهرام تحت عنوان أن هذه أنا يعني هنا في أرض ذات حضارة ليس لها آباء، وده تويمبي أشهر مؤرخ في القرن العشرين طبعا، وعارف أن ده ما فيش حد علم المصريين يتحضر، هم اللي تحضروا بجهدهم طوال القرون الآلاف اللي قبل الميلاد. لكن أضاف كلمة تانية خطيرة، حضارة ليس لها أباء ولكن ليس لها أبناء أيضا، لأنه بيشوفوا الواقع عنده ملوش علاقة بالمصر القديم ده اللي ترك هذه المآسر أينما وجدت في العمارة وفي الفلسفة وفي الدين وكل أين المصر المعاصر من هذا كله، ما فيش. يبقى الحضارة يعني في رأيه ليس لها أبناء، جملة ممكن يبقى فيها مبالغة شوية، لكن الرد عليها من الممكن. كان استاذنا الدكتور عبد المنعم تليب الله يرحمه كان بيقول ان مصر القديم ده يبدو انه ما عندوش حاجه يقدمها، زي ما قال تون ما فيش امتداد للحضاره المصريه، حصلت قطيعه. لا، في موجوده في الجينات اللي بتخليها تظهر عندما يكون هناك سياق يسمح لها بالظهور. وبنضرب مثلا مش بس احمد زويل بس، لما يطلع وينافس ويتغلب على زمايله كلهم في العلم نفسه اللي هو ابتكار اوروبا، وهو اللي يخترع هو اللي ياخد جايزه نوبل، وهو مش لوحده بس يعني. كان في حتى في العلوم الانسانيه كان في الدكتور مصطفى صفوان في علم النفس الله يرحمه. يعني انا مره كنت في ندوه في عالم العربي، معهد العالم العربي بباريس، وشفت ناس بيعاوزين ياخدوا ميعاد من الدكتور. كان ده من فتره طويله، يمكن كانت في التسعينات كده تقريبا، كذا وتسعين، عايزين ياخدوا ميعاد من الدكتور مصطفى صفوان اللي هو يعتبر ند لاكان في علم النفس اللي طوروا فرويد هما الاثنين. فلقيت ان سكرتيرهم بيقولوا له ان اقرب ميعاد راجل عربي كان عاوز ياخد ميعاد عشان يعمل جلسه نفسيه معاه، فقالوا اقرب ميعاد بعد 7 شهور.
عالم نفساني كبير ما حدش يعرف يقابله. اخ عاوز يتعالج قدامك 7 شهور يعني زي هو وزويل وغيره في هنا عشرات من العلماء في كل من. الجينات موجوده بس انت اديها السياق، اديها السياق اللي يخليها تظهر وخليها تبتكر وخليها تنتج من غير عوائق ومن غير قوانين ومن غير بيروقراطيه، لكنها قابله لان تبعث لاننا نحمل هذه الجينات الثقافيه التي ستظهر في وقت ما اذا ما تغير السياق واذا ما تغيرت الظروف التي يعني تقاوم كل ابتكار وتقاوم كل تجديد وتحاول ان تقيم السدود بيننا وبين اصولنا او اصول حضارتنا المصريه القديمه. شكرا. وفي النهايه لا يسعنا الا ان نتوجه بخالص التحيه والشكر والتقدير للدكتور حسن طلب على امل لقائه ولقائكم في صالونات اخرى. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.